والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا مؤدبا ومعلما لهذه الأمة التي كانت تغوص في جاهلية وشر وألم. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أسوأ حال، فبعثهم ربه سبحانه وتعالى معلما ومؤدبا ومزكيا ومربيا. قال سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يتلو عليهم آيات الله لينير قلوبهم بعد أن اشتد ظلمتها، لينظف قلوبهم ويطهرها من الصدأ والران الذي علق بها من أثر الجاهلية والكفر وقلة التربية وقلة الأدب مع الله ومع خلق الله. يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نور، ولكن جعلناه نورا يهدي به من يشاء، سلط هذا النور على قلوبهم. وما كان هؤلاء وما كانوا ينتفعوا بذلك لولا أن يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية حسنة، ليتعلموا أنه إذا قرأ كتاب الله أو إذا تليت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بنا أن تستمع، أن نعطي آذاننا، أن نصغي بقلوبنا لا بآذاننا وحسب، أن نعطي كل تركيزنا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال: استمعوا، ولم يقل اسمعوا، استمعوا، التاء هذه تاء الاستغراقية، وأنصتوا يعني السماع مع التركيز، سماع مع عدم الانصراف والانشغال إلى أي شيء آخر. يستمع الإنسان وينصرف بقلبه إلى هذا الذي يسمعه لعله يرحم، لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى في معنى الحديث عن الذين يستفيدون وليسوا من أقماع القول، الذين حذر أن نكون منهم: إياكم وأقماع القول. أقماع القول كالقمع الذي تصب فيه الماء، تصبه وينزل، لا يمسكه القمع، لا يمسكه ما ينزل فيه، بل هو وسيلة للنقل. فقال: إياكم وأقماع القول، لا تكونوا كأقماع القول الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الذي يستجيب والذي يسمع ويتفكر ويتدبر ويركز وينصت ويصغي بقلبه وعقله: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق الأحياء الأموات، في حق الأحياء الذين هم حقا أموات وليسوا أحياء وإن كانوا يمشون على أقدامهم: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع هؤلاء، إنك لا تسمع هؤلاء الموتى الذين هم أحياء حقا يمشون على أرجلهم لكنهم في الحقيقة موتى لأن قلوبهم ميتة. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
استغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هناك صنف من البشر مهما تلوت عليه آيات الله يهرب. ماذا قال؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمع، اجعل إصبعيك في أذنيك واجعل نوعا من اللغط كما كان يفعل كفار قريش، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصفيرا وتصديا حتى يشوشوا على المسلمين ولا يسمعوا كتاب الله حتى لا يدخل النور إلى قلوبهم وتستجيب لهذا النور أعضاؤهم وجوارحهم. إذن إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقال الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني الدعاء هنا النداء كما تنادي الأصم لا يسمعك إذا ولوا مدبرين، إنما تسمع من يؤمن بآياتنا. إنما تسمع الذي يسمع ويستفيد هو المؤمن حقا بآيات الله عز وجل. إنما تسمع من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، يعني فهم مستسلمون لأمر الله، مستسلمون لآياته، مستسلمون للحكمة التي أنزلها الله على رسوله وهي السنة. هؤلاء هم الذين يسمعون. لذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من أن نكون أقماعا للقول أو أن تنشغل قلوبنا وتنصرف عن ذكره سبحانه وتعالى وعن آياته وعن أحكامه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صفتهم صفة أولئك الذين مهما نزل عليهم فإن قلوبهم ليست هنا وعقولهم ليست هنا، بل هم مشغولون بأمر دنياهم، مشغولون بما يعتقدون ولو كان خطأ، مشغولون بأحزابهم، مقتنعون بأفكارهم، لا يصغون لكلام الرب سبحانه وتعالى على حقيقته. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إذن إن شر الدواب عند الله الصم، صم عن سماع الحق ولو سمعوه، صم لا يريد مهما أردت أن تقنعه بالحق ولو كانت الآيات ظاهرة والأحاديث واضحة والمنطق كالشمس في ربيعة النهار. هو أصمنا للحق لا يسمع، بكم أخرس عن قول الحق، وإن علمه لأن رأسه مشبع بفكرة لا يحيد عنها لغيرها، انتصارا لحزبه، انتصارا لنفسه، انتصارا لشيطانه. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله في هؤلاء خيرا، ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، لو كان فيهم خير لأنفسهم، لأمتهم، لمجتمعهم، لو كان فيهم خير، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم، ولو اتفقنا أنهم سيسمعون ويجلسون ويسمعون ألف مرة، يكرر الكلام عليهم ألف مرة، فإنهم يعرضون ولا يستجيبون لما يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لتولوا وهم معرضون. لذلك كان من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد كذلك تأديب الخلق، لتأدبوا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ القرآن، إذا تليت السنة، لا يقدم بين يديه، لا يرفع الصوت عليه. يا أيها الذين آمنوا
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إياك أن ترفع صوتك حتى إذا سمعت من يتكلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لك أن ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات رسول الله فلا يجوز لك أن ترفع صوتك فوق سنته. لما تسمع الحديث الكلام لا ترفع صوتك، تأدب مع رسول الله واستمع إلى آخر كلمة. إياك أن ترفع صوتك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون. إياك إن فعلت فإن عملك يكون عملا محبطا، يحبط الله عملك أي يخسره ولا يكون له قيمة، ينتهي هذا العمل يساوي صفرا مهما عملت قبل ذلك. فإن رفع صوتك فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله فيه إحباط وإنهاء وإفشال لكل عملك. ولذلك قال يتلو عليهم آياتي، إن أولا لا بد أن يكون هناك استماع، أن يكون هناك تركيز استقبال، ويزكيهم. هذه هي التربية، تزكية التربية، يربيهم كيف يحترمون، كيف يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعظمون ربه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقروه، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير سنته من بعده، وتعبد الله عز وجل حق عبادته بأن تستمع لكتابه وأن تتدبر آياته وأن تفقه ما أمركم أن تفقهوه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، العلة من إنزاله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر وتفكر وتذكر، ما نزل هذا الكتاب من أجل أن نقرأه كما ننثر الدقن، نقرأه سطحيا كما يضع تجار التمر الجيدة على سطحه والتمر الرديء في أسفل فلا يراه الناس. هذا يسمى بنثر الدقن، وضع التمر الجيد على سطح التمر وبيعه هكذا يغشون الناس. فأنت تغش نفسك، تقرأه لكنك سطحي في قراءته، لا تستوعب شيئا، لا تفهم شيئا، لا تتدبر، لا تتفكر. لا يفيدك هذا، لا يفيدك. يزكيهم يربيهم لتقبل هذا الكتاب ولتقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب. إذا تأدبوا معه واستمعوا إليه أعمل فيهم، تحرك فيهم وأنار قلوبهم ورفع الصدأ عنها، ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحكم الناس أهل الحدث، أحكم الناس أكثر الناس حكمة وأعقلهم أهل الحدث الذين تشبعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا عليه بعد كتاب الله، تشبعوا بالسنة. فالسنة مربية ومؤدبة، والسنة نور يطلي على وجه صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ بيض وجهه وجعل النور في وجهه. نضر الله امرأ سمع مني مقالة فأداها كما سمعها. هؤلاء هذه صفة أهل الحديث، وهذه النضارة في الوجه وهذا النور الذي في وجوه بسبب حملهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينطلي أثرها على عقولهم وقلوبهم، فيؤتيهم الله عز وجل الحكمة، فتجدهم أحكم الناس بتصرفاتهم
أهدأ الناس، تجدهم أعلم الناس، أعقل الناس، أذكى الناس. لماذا؟ لأنهم تحلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى الله وجوههم وقلوبهم. إذن فهذا فيما يتعلق بالتزكية، بالتربية وبالتعليم. ثم علمهم أنه لا شيء فوق كتاب الله، كل شيء يحدث عند المسلم يحدث للمسلم لا بد وأن يرده إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا محالة، إذا أردت الخير، إذا أردت النفع لك ولأمتك، وما اختلفتم فيه من شيء، أولاً قبل أن تفكر بالمنطق، قبل أن تفكر بالعقل، قبل أن تفكر في النظريات، قبل أن تفكر في القوانين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت، ذلكم الله ربكم عليه توكلت وإليه أنيب. وجمع في هذه الآية بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، بين اعتقاد المرء بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق القادر على كل شيء المتصرف في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. فإذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو القادر على كل شيء، إذا فهو أعلم بخلقه وأعلم بكل شيء يحدث له. لذلك كان من المنطق والطبيعي والعقلي أن نرد الشيء إليه، لأنه صاحبه وهو خالق الخير وهو خالق الشر وهو أعلم بالخير والشر. لذلك قال ذلك الله ربكم، أول الرب، وذكر ذلك الله توحيد الألوهية، أن تعبد الله بأفعالك أنت، أن تذعن له، أن تذعن له، أن تحتكم إلى دينه إلى شرعه. ولذلك أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم حق مؤمنين تزعمون أنكم قد آمنتم، تزعمون ذلك أو تدعونه، فعلامته ليست الكلام، علامة ذلك الإيمان ليست الكلام أبدا، إنما علامته أن تذعن لله وللرسول وأن تحتكم إلى شرعه. فإن تنازعتم في شيء، فإن اختلفتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول، إلى الكتاب وإلى السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، كان إيمانكم إيمانا صادقا، ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير، ذلك فيه نفعكم وصلاحكم، صلاح دينكم وصلاح دنياكم وصلاح آخرتكم، صلاح معايشكم في دنياكم ما تحتاجون إليه. وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة، التأويل هذا ليس معنى التفسير ولكن بمعنى المآل وهي العاقبة، أحسن عاقبة لكم، كذلك يعني أحسن نتيجة في الدنيا وفي الآخرة. إن احتكمتم إليه كان مردود هذا الاحتكام وكانت النتيجة بإذعانكم بحكمه أفضل نتيجة، تصب في مصلحتكم في الدنيا أولا لأنكم تعيشون في هذه الدنيا، وكان من دعائه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسوأ قبلنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها التي إليها معادنا. فإصلاح الدنيا مطلوب، قال فذلك خير
يعني في الدنيا، وأحسن تأويلا يعني مآلا وعاقبة في الآخرة وفي الدنيا كذلك. إذا كان الأمر كذلك فإن المرء العاقل لا يزعم الإيمان بالله ولا يحتكم إلا شرعه. لذلك قال له ربنا في نفسه في معرض هذا، في معرض هذه الآيات، في معرض حديثه عن الاحتكام إلى شرعه من سورة النساء أو في سورة النساء، قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا، وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. احتكام إلى الطاغوت قد يظن الناس أنه احتكام إلى القانون الفرنسي وحسب، أو القانون الألماني أو القانون الأمريكي. ولذلك لأن الحاكم في بلادنا يحكم بمثل هذه القوانين ينزل عليه بصمة الكفر يكفر. يريدون أن يحتكم، أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لو احتكم المرء إلى عقله، لو احتكمنا لا إلى القانون الفرنسي، إلى العقل، أليس العقل طاغوتا إذن؟ نفس الحكم. لو احتكمنا إلى المنطق من دون الشرع، لو احتكمنا إلى العادات والتقاليد، لو تحاكمنا ورفعنا أمرنا إلى الأعراف دون الشرع، إلى أعراف الناس، كل هذا يسمى طاغوتا، يسمى طاغوتا. إذا احتكمنا إلى الحمية، إلى العروبة، إلى القومية، كله احتكام إلى الطاغوت، لا فرق بينه وبين القانون الفرنسي. فكلها قوانين، فكلها قوانين ليست من عند الله سبحانه وتعالى، بل هي من صنع البشر. لذلك كان الواجب أولا وآخرا على المسلم في كل صغيرة وكبيرة أن يحكم الشرع، أن يجعل الشرع حكما. والشرع جاء حكما في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فأبواب أبواب أمور الدنيا كثيرة، المعاملات كلها في الشرع، كتب الفقه مليئة بالآيات وبالأحاديث التي فيها متعلم أمور الدنيا. باع رجل على رجل، أجر رجل لرجل، ساق رجل لرجل، ضار رجل لرجل، فعل كذا. أمور الدنيا، أمور الدنيا كلها، أو أمور الدنيا كلها رفعا على أمور، حكم الشرع فيها موجود، لا نحتاج إلى عقل ولا إلى منطق. فبل هي أمور الآخرة، بل هي أمور الآخرة. في الزمن القريب حدثتكم، وهذا الدرس هو تبع لتلك الدروس، عن مسألة غزة ومسألة المظاهرات ومسألة غيرها، وعودا على بدء لأمرين: أمر تعلق بانتهاء ما حدث من اعتداء الصهاينة على غزة، وحماسة الأمة الشديدة وخروجهم في المظاهرات ورفعهم الشعارات إلى آخره، شهر أو ما يقال الشهر، وهذه البلدة تقصف، هدمت بيوتها، وقتل نساؤها، وقتل أبناؤها، وأطفالها، ورجالها، وشيوخها، وعلماؤها، وطلبة علمها، ودمرت دمارا شاملا هائلا في شهر كامل، حتى تكون النتيجة بعد هذا الشهر فقد انتصرنا. كيف انتصرنا؟ كيف انتصرنا؟ انتصرنا بأن ظهرت النزعة اللائخ الأخلاقية عند اليهود،
وأنهم لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد تبينت هذه الحقيقة، انتصارنا لأنهم كانوا أقوى منا، ولأنهم لم يرحمونا بالقصف، ولأنهم فعلوا أفعال شنيعة ولم يكونوا محترمين. هكذا قرأت وهكذا سمعت أن المسلمين في غزة انتصروا على اليهود لأن ممارسات اليهود كانت لا أخلاقية، ولم يكن هناك تعادل في الأخوة. ولا أفهم، أصبحت من أغبى الخلق، لا أفهم. وإن كنا نحتاج إلى هذا، إلى قتل 2000 إنسان وتدمير 2000 بيت وإعاقة 5000 أو 10000 وانتظار 100000 معاق من الضرب بهذه القنابل الفسفورية والتي فيها الجراثيم والكيماوية، وتشويه شعب بأسره، وتدمير المدارس والمساجد، وقتل الخلق حتى أعرف أخلاق اليهود. أخلاق اليهود تملأ المصحف. غلت أيديهم ولعنوا بما قال، ويقتلون النبيين بغير الحق إلى آخره. أخلاق اليهود في الكتاب وفي السنة يعرفها الخلق جميعا، حتى الذين ليسوا من المسلمين يعرفون أخلاقهم. فهل كنا بحاجة إلى قتل كل هؤلاء وتدمير كل هذا حتى نعرف أخلاق اليهود؟ عجيب. كان من السهل أن نأتي بمصحف من أي مسجد ونجلس 2 من الأخوة لمدة كم من ساعة يستخرجون كل الآيات التي فيها أخلاق اليهود السيئة التي يعرفها جميع الخلق. إذن أين النصر؟ أي نصر هذا؟ أي نصر قد دمرنا شباب الأمة؟ هذا واحد، هذه النقطة. إخواننا الأحباء الذين خرجوا في المظاهرات وهتفوا لها وقاموا يعيبون علينا في المسجد ويتكلمون، خرجوا في مظاهراتهم ولم نعد نسمع لهم ركزا، ما عدنا نسمع لهم حسا ولا نرى لهم أثرا. لا نراهم في الصلاة الخمس، لا نراهم في صلاة الفجر، لا نراهم في درس، لا نراهم في شيء. لم يأتي واحد منهم ويقول يا أخي هذه 500 أورو أرسلها لأهل غزة. يا ناس أين هم؟ طبعا هم الآن في فترة راحة وهدنة بعد أن انتصروا على اليهود، وبعد أن أخرجوا اليهود من فلسطين وأخرجوا الصين من اليابان، الآن يعني يحتاجون إلى هدنة. تعبوا كثيرا وجاهدوا كثيرا، لأنهم خرجوا 4 ساعات في المظاهرات يهتفون يسقط أبو لهب ويسقط أبو جهل وتسقط أمريكا وتسقط خالد فتحي. انتصروا، لذلك في حالة راحة وهدنة يأكلون العنب في بيوتهم والكسكس والمقلوبة يرتاحون. يحتاجون إلى سنة من الراحة أو ربما 6 أشهر عندما تقصف إسرائيل مرة أخرى غزة وتجز على باقي الخلق الذين في غزة. تنظرون إلى هذه المفارقات، مفارقات وعجائب. ثم يأتي أحدهم البارحة ويعطينا ورقة كعادة الحمية والحماسة التي في قلوب العباد بالباطل، بالجاهلية، بالقومية، بفتة العبس أسميها، الذين يلغون بالفتة ولا يعرفون لهم رؤوسا من قدمين. نزعة الحمية نزعة جاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. المؤمن ليس عنده حمية ولا جاهلية ولا عصبية ولا سرعة تصرفات ولا عدم تفكر فيما يفعل. من يعد من 1 إلى 10 و1 إلى 1000 قبل أن ينطق بالكلمة، قبل أن يفعل شيئا. حملة المليون قائمة قاطعة أمريكا، قاطعت المقاطعة الرسمية للبضائع الأمريكية والإنجليزية والإسرائيلية،
كما ذكرنا في مسألة المظاهرات، وذكرت بحجج الشرعية، وأن أحد ما لا يحتكم إلى الشرع في هذا، يخرج الناس مظاهرات، يخرج الغاضبون، يخرج الخلق وراءهم، لا أحد يسأل ما حكم الشرع. سألت عشرات من الخلق عندما كنت في أسلم، سألت الذين خرجوا من المظاهرات وسألت غيرهم ماذا فعلتم، وأسألكم بالله أن تصدقوني القول، سألتكم بالله أن تصدقوني ماذا فعلتم في المظاهرات؟ ضحكوا، رأيت ابتسامة على وجوهي وقد خنعت رؤوسهم. قال أحدهم: والله يا شيخ ما ارتفعت عيني عن النساء. كان هناك نساء حلوات جميلات جدا، خرجنا سافرات، الشعور الصفراء الحلو، الشعور السوداء العربية الجميلة، والعيون الكحيلة، وأريد أن أكفر بقى من الكلام حتى لا ندخل في وصف الحور العين. لم ترتفع عيني، تسقط أم لها، تسقط إن شاء الله في حضني، تسقط أم لها، تسقط أم جهل، وعينه على أم جهل وأم لهب، الخارجات في نصرة أطفال غزّة. والآخر قال: والله يا شيخ ضاعت علي صلاة الظهر والعصر وما صليتها إلا بعد المغرب. والآخر قال: والله يا شيخ وقعنا في الغيبة، وفي غيبتي كانت، وقعنا في غيبتي اختبنا هك. قلنا: هذا موالي لأعداء الله وموالي لليهود ولا ينصر إخوانه في غزة. سألت المجموعة وهو بعضها مسجل في جروز الإكسابي، عملتها في الدرويج وهم يعترفون بأن الاعترافات. ثم والله بعد أن انتهينا من كل شيء ورجعنا إلى بيوتنا تذكرنا كلماتك، عندما جلس أحدنا وقد قدمه على الطاولة وجالس على كنبته وأمامه المفسقلون يشاهد فيلم من الأفلام البوليسية الأمريكية، والفستق والبذر إلى جانبه يقصقص، تذكرنا كلامك، انطفأت الشعلة وهدأنا وشعرنا بأننا فعلنا شيئا عظيما. لكن بعد أن تفكرنا، بعد أن ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، سألنا أنفسنا: ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا؟ لا شيء. كسروا واجهات المحلات في أسلم للمحلات يمتلكها المسلمون، والله معظمها يمتلكها الصوماليون المسلمون وجنسيات أخرى من تعيش الباكستانيون والهنود المسلمون الذين تقريبا يمتلكون السلك يعني وسط البلد مركز البلد. كسروا تلك الواجهات واعتقلت الشرطة 200 وأكثر، وشوهت صورة المسلمين في وسائل الإعلام، مع أن النرويج من أكثر البلاد تعاطفا مع الفلسطينيين، تعاطف لن تتخيلوه. السفير النرويجي اتصالات من المساجد، واقف على رأس السفير الإسرائيلي يعمل ضغط من أجل فتح معابر رفح، وأرسلوا طبيبين نرويجيين، وأرسلوا أموالا، والفلسطيني الذي يأتي يعطونه بيتا، بل فتحوا الأبواب لكل من يريد أن يأتي يتعالج في النرويج ويلجأ إلى النرويج إلى آخره. يعني بشكل لك، أنا كنت بنفسي في تلك الفترة التي وذهبت وزرت مؤسسات وحملات إعلامية ضد اليهود بشكل غير طبيعي، سموهم قتلة الأطفال وإلى آخره. ماذا حدث؟ قلبت الأمور رأسا على عقب، انقلبت الأمور، وصفونا بالمرابرة المتوحشون إلى آخره، مع أن كثيرا من إخواننا أصحاب الإلحاء وأصحاب الدين يعني معظمهم لم يخرج في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني سنقول أن في أصل 500 رجل من الإخوة السلفيين أصحاب اللحى وأصحاب الهيئة الإسلامية، خرج منهم 10 في مظاهرة قوام من خرج فيها 10,000. تعرفون ماذا حدث؟ ولم يفعلوا شيئا، لقد خرجوا من أجل منع الناس من التكسير. صورت المحلات المكسرة، ومن الذي صور؟ التقطوا هؤلاء الملتحين
وجعلوهم في واجهة الجرائد. انظروا إلى التيرورست المتطرفين الإرهابيين الذين كسروا هم مساكين لا كسروا ولا فعلوا شيئا، وإنما خرجوا من أجل تهدئة الخلق حتى لا يرتكبوا يعني جرائم وحماقات. وألصقت في الأخير بناء فهمتم كيف؟ وثانيا يأتون بالمقاطعة، هل قاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على أوسق من تمر مول بها أهله. مات والدرع لليهود، تعامل مع اليهود، اسمع المكيين اليهود الذين كانوا إذا دخلوا عليه قالوا السلام عليك يا محمد، الموت عليك، يسبونه في بيته كما روى صحيح البخاري حديث عائشة. فتقول لهم عائشة السلام عليكم والموت واللعنة يا إخوان القردة والخنازير، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هي عائشة لا تقولي هذا عليه بالرفق واللين. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال يا عائشة ألم تسمعي ما قلت؟ ألا تعلمين أن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا؟ حديث البخاري في بيتي. ومع ذلك بقي يتعامل معهم إلى أن مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأخذ الأسلحة من الكافر، تعرفون الأربع سلاح، أربع ثلاث قطع سلاح، الكراع والخيل وغيره، وأخذ خريطا كافرا معه يدله على الطريق. التعامل ليس له علاقة، والمقاطعة لا تأتي بشيء. لو قاطعنا مئة سنة لا تساوي قيمة ما قطعناه عشر معشار واحد على مئة من البترول الذي يسحب من بلادنا في كل يوم. خراطيم الفيلة تسحب بترول بلادنا ونحن فرحون بالمقاطعة. ثم انظر إلى هذه الحملات، يجعل لك شركات تقاطعها، قائمة المقاطعة الرسمية، البنوك قاطعوا بنك أوف أمريكا، البنك المصري الأمريكي، بنك أمريكا إكسبريس، أما باقي البنوك لا تقاطعها ولو كانت ربوية، ضعوا أموالكم فيها وخذوا منها الربا، لا حرج، خطوط الطيران، فهمت كذا 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 كذا، السجائر المنتج رقم 18 قاطعوا مرلبورو ورفض الوميرت الام وكنت، لكن اشربوا الانواع الاخرى، اشربوا ماركه الجمل ومعسل خالد الفتحي، واشربوا دخان، حتى من نحفظ اسمائنا الاحمر اسماء دخان لا اعرفها، لكن هناك الف شركه تدخين، ليس هناك مشكله، اشربوا كل تلك الانواع ودخلوها داخل مرلبورو ورفض، وهذه لا تشربونها لانها تساعد اليهود. واما الافلام والسينما فعليكم ان تقاطعوا والت ديزني وورنر بروس وبارامونت وغيرها من شركات السينما والافلام لا تقاطعوها، هذه فقط، اما غيرها فلا تقاطعوها، ليس هناك مشكله وليس هناك حرج. انظروا الى السفاهه والعبط، انظروا الى الحماقه، امه الاصفار امه الحمقاء. ليس عندما أقول لا تعليم، اللهم لا شباب، إذا كانت هذه عقولها للمبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، فقط لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله باطل، لسنا مطالبين بمقاطعة أحد، وليس من الشرع هذه المقاطعات، ولا تأتي بالضرر إلا على المسلمين. ثم رجل يرتكب فاحشة أقاطع جاره، والله سبحانه وتعالى يقول وألا تزر وازرة وزر أخرى. فان جوخ رسم رسومات، لماذا أقاطع شركة الألبان في الدنمارك؟ رجل رسم شيئا مسيئا، ما لي الرجل الذي في المدينة الأخرى أو في نفس المدينة عنده شركة أبقار، ما دخل فان جوخ في هذه الأبقار؟ لماذا أقاطع صاحب الأبقار؟ وكثير منهم مسلمون مغاربة جزائريون يعيشون في تلك البلاد منذ سنوات من عشرات السنين، هو
واصحاب شركات الاجبان والالبان، بل تضررت شركات المسلمين في بلادنا ممن يتعاملون معهم وعندهم منتجات بالملايين والمليارات، اختربت عليهم وفسدت واهلكنا اموالهم. ما ذنب هذا الذي في الكويت ولا في مصر وعنده شركه تبيع الاجبان الدنماركيه؟ ما له هو مال فنكوخ؟ هل يعتزل وزيره وزر اخرى؟ فهذا افساد في الارض. ذلك يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. يعجبك قوله، اذا تكلم في مقاطعه تجد الكلام جميلا، قاطعوا واتقوا الله وافعلوا من اجل المسلمين، ويبكي من اجل اخوانكم في كذا ويقتلونهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصال، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. افساد في الارض افساد، وليس هذا هو المنطق. وكل ما نقاطع به لا يساوي كما قلت يوما من بترول يسحبونه من بلادنا. فهل مشكلتنا هي تلك الاموال التي تصب في بنوكهم من بلادنا؟ لا والله، ليست هي المشكله. نحوم ونحوم وندور ونلف وندخل في متاهات ولا نصل الى هدفنا، لا نصل الى السلاح الذي يؤدي الى انتصارنا، لا نصل الى الدواء الذي يعالج حالنا ابدا. ندور ونحوم من كل جهه لكن لا نصل الى الهدف مباشره، ونفسد اكثر مما نصلح. خطاب ربنا واضح في كتابه، واضح: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. هذه نصرة الله، لأن نقاطع أفلام ويلد ديزني ونتفرج على الأفلام الأخرى. هذه نصرة الله أن نقاطع الرثبة ونشتري مالة الجمل من التدخين، هذه نصرة الله. بهذا سننتصر وسيعود للأمة مجدها وعزها. لا والله أحبابي، والله 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 لا عزة ولا نصر ولا نصر إلا بهذا الدين، حتى نعود إلى ديننا. صلّى الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما في رجعة إلى الدين، ليس هناك رجعة إلى الدين، ليس هناك نصر، ليس هناك عزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا اطلع علينا وصف المؤمنين أبشروا بالنصر. أما إذا كان هذا الوصف لا يطلع علينا، ليس هناك نصر. افعلوا ما شئتم، قاطعوا، حاربوا، قاتلوا، اخرجوا الى الشوارع، افعلوا ما شئتم، والله لن ينصركم الله، لان الله هو الذي خذلكم، لانه هو الذي قال: سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم، وهو القادر على رفعه. فمهما حاولنا ومهما فعلنا ان لم نرجع الى ديننا سنبقى اذلاء، لاننا نحارب الله. نحارب الله، فكيف ينصرنا؟ كيف ينصرنا؟ والله عز وجل هو القائد في امتنا، في امتنا. فالذين يشاهدون الافلام والتمثيليات والمسلسلات، والذين يدخنون، والذين يزنون، والذين يكذبون، والذين ياكلون الربا، والذين يسمعون الموسيقى، والذين نساؤهم غير محجبات، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. خلاص، الأمر واضح. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، آيات واضحة. واضحة لكل إنسان إذا أراد أن يحمل عقله يعطي سمعه لكتاب الله ويستمع ويفهم ويتدبر. أنزل الله آيات بينات حتى يفهم الخلق. كبتوا، أليست الأمة تعيش كبتا عظيما لله؟ هناك كبت، كبت يريدون تنفيسه بالمظاهرات. خسيتم والله، والله
أخطأتم خطأ عظيما. هذا الكبت لا ينفس عنه المظاهرات، لا ينفس عنه إلا بطاعة الله، وأن نتوقف عن حول الله. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يؤمنون بهذا الذي أنزل، يؤمنون به لا يزعمون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يزعمون، زعم مطية الكذب، زعم فرزدق أن سيقتل بربعة، أبشر بطول سلامة يا مربع، أبشروا بطول سلامة آل يهود. فالمسلمون نائمون في سبات عميق. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال شيخ، يعني باش تفسر انه عدد كبير من العلماء علماء الامه من اهل السنه والجماعه واصحاب العلم يؤيدون مساله القضاء. المتابعه هناك امور كثيره في ديننا، ليست كثيره لكن يعني يوجد في بعض الفقه مساله يتكلم فيها احد اهل العلم لا يكون فيها دليل شرعي، يظن انها اجتهاد او يغلب على الظن ان عليها اجماع، نقل بالخطا ويتابع العلماء واحدا الاخر حتى تصل اليه الان وهي خطا، وقد مرت على مئات العلماء. فيحدث هذا النوع وخاصه اذا كان هناك ازمه في الامه وهناك عدم تثبت، يحدث. ولكن في هذا الشيخ يعني في هذا نقول طعم فيهم، يعني طعم في هؤلاء العلماء كيف؟ طعم فيهم، نقول ان يعني مجرد يعني لا 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 نطعم في احد من العلم، كل له اجتهاده، كل له اجتهاده، لا نطعن في احد قال بالمقاطعه ولا بغيره، بالعكس من العلماء من قال بهذا من كبار العلماء اهل العلم الفضلاء العلماء الراسخين في العلم. فعندما تستمع لي على سبيل المثال الشيخ يعني يعطيك بعض الادله، بالطبع ما فيش كلمه دليل مباشر، لما ليس هناك دليل مباشر عن عدم جوازه يعني بالمره فيجتهد وياتيك من كل بعض الاثار وبعض القصص الوارده على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، فيقول من هنا يمكن ان نستمد كذا ويحسبها من مصلحه من جانب المفسده والمصلحه، وياتيك ببعض الامثله الواقعيه لان هنا قد نفعت وهنا قد نفعت وهنا قد نفعت، فلما لا تنفع هنا؟ اشغل الامه بهذا، اشغل حتى الامه تنشغل، يبقى الناس طوال اليوم مع القوائم هذه يبحثون عن تلك الشركات، ثم اذا وجدوا فيها عروضا افضل وارخص ياخذونها بالرغم من فتوى العلماء بالمقاطعة، فيذهبون ويشترون منها. يعني الإنسان يعني يغلب مصلحته وحاجته إذا كان فقيرا، فإذا وفر له من هنا درهمان وهنا ثلاثة دراهم فإنه يغلب مصلحته الدنيوية، وهذا مشروع له. يعني الذي يقول هذا الشيء حرام مباشرة، يعني إن كان حراما لغيره لا لذاته، هو ليس حرام. مسألة المقاطعة طيب أنا فقير وما على اتحاد. يعني هناك من يقول لك اختلاف اراء يعني. لا نرى هذا الحل، لا نرى هذا الحل ولا فيه فائده، ولا حتى لو كان فيه فائده ففائدته كفائده الخمر. سألك عن الخمر والميسر يكون فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. خير. ها؟ خير. فيهما سألك عن الخمر والميسر يقول فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا كان ما يترتب على هذه المقاطعة أعظم بحال من الأحوال، وهذا الذي حدث، يعني الذي حدث عظيم في هذا الباب الحقيقة، تضرر الناس ماديا، تضرر الناس نفسيا، كثير من الناس تشوهت صورة الإسلام بسبب مثل هذه المقاطعات وعلام. لكن اذا رجعنا التاريخ شيء على سبيل المثال وجدنا ان الامم السابقه، يعني على سبيل المثال قصدي الفرنسيين والامريكان استعملوا هذه المقاطعه كشعوب ليس تحكمات، يعني في مشكله صارت في شعوبهم، يعني كيف ندان بها وقد تبقى غيرها؟
لا يهمنا هذا، هم حتى يرون تلك المقاطعة نوعا من البربرية حتى في بينهم وبين بعضهم بعضهم. ولذلك هناك من شجع مثلا الثورة الفرنسية التي كانت في القرن 18، شجعها الألمان تشجيعا كبيرا، فلما بدأت تنحرف عن طبيعتها وبدأت يقصون الرؤوس، امبارح في اجتماع مع أحد البروفيسورين أساتذة في التاريخ والسياسة تكلم بهذا الكلام، فوجد الألمان هذا صابهم خوف شديد وتخلوا عن تشجيع تلك الثورة لأن أخذت منحا قاطع، فعندهم حتى هذا هم عندهم نقد لمثل ذلك. يعني المقصود في مسألة المقاطعة، مقاطعة المسلمين لإحدى المنتجات، فقالوا إن له كان لها أثر يعني الحادثة بالضبط قصة إحدى الشركات اللي تصنع الأحذية النايك، وكتبها يعني باسم الجلالة، فكان من المسلم في أمريكا أنهم قاطعوا هذا المنتج، وبمجرد تهديد منتجهم يعني بادرت هذه الشركة بتقديم يعني بالاعتبار الرسمي بتقديم نقول بعض المساعدات المالية فقط لتغطية المسلمين. إلى فرحتي بالاعتذار الرسمي. يعني قصد إلى نفس ذلك، يعني لو أنهم لم يفعلوا ذلك لتواصل. ويا فرحتي باعتذار الدنمارك الرسمي بعد أن خربت مالطا، وبعد أن خرج لنا مليون دنمارك ومليون دولة كلهم فعلوا نفس الشيء وأكثر وأفلام، ولم ينتذر أحد منهم. يعني أجبرنا الدنمارك على الاعتذار وأخطأ ألف غير الدنمارك ولم اعتذر منهم أحد، أو اعتذر منهم اثنين أو ثلاثة. حسابات خاطئة، حسابات خربت أكثر من مصالح. وقالوا لا، قالوا لا تشتروا من ليدل والسوبر ماركت معناتها 3 و4. في هذه النقطة شيخ هذا النقطة هذيك يقولوا قصة المؤسس اللي ذكرها يعني إسرائيل لا تحتاج إلى ليدل كله، لكن كيف يقولوا في نفس الوقت أن البوفن عنده طول فلوس لا يهم شغل طول الشهر، يعني كيف يقولوا تصير مقاطعة لشركات عينية التي تجاهرك بالعداء يعني هنا شيء. طب كيف يقولوا كقصة مقاطعة كمثل الثام أوكي يعني ممكن الثام هذا الرأي، ولكن شركة يا إخواني شركة يقولوا يعني عينيا فصعب. كما قلت لا يحتاجون إلينا، شعب قوامه 80 مليون في ألمانيا وفيه 10 ملايين مسلم، 15 مليون مسلم، الأرض لا يحتاج إليهم ولا إلى شرائهم فيها وجهة نظر كمان يا شيخ. وهؤلاء الناس من الغنى، من أكثر العائلات كما يقولوا تعالى، من الغنى إلى حد، من الغنى إلى حد، هم أكثر الناس كما يقولون أنها لو أغلقت نصف محلاتهم والأكثر لا يبون، يعني محل واحد يكفي عادة الجديد الآن حتى تعيش إلى قيام الساعة. شيخ لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من ليس هذا هو الحل، ليس هذا هو الحل، ولكن هذا يصارحك بالعداء يا شيخ. ولو صارحت اليهود صارحوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء، رفعوا ثوب المرأة، قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تحسبوا ثوب الأحزاب، أفتح لغيره الباب، لأنه يعني كان تحدي صارخ يعني مواجهة صارخة للمسلمين، يعني كان ممكن يتخذ القرار. لا يفيد، لأنه هذا الشيء الذي فيه فائدة، لكنه لا يفيد. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعالج اليهود؟ طيب عادوا وعادوا الأمة كلها وعادوا الدنيا كلها، ومع ذلك ماتوا ودرعوا مرهون عندهم، تعامل معهم، لم يقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم. صعب يا شيخ، كيف صعبة سبحان الله؟ إذن أنتم على هدي العفريت، لستم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم على هدي الشياطين. ما في عندنا واحد من اثنين، إما أنهم سبقتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أنهم مبتدعة، ما في قول ثالث، اختاروا واحد من اثنين. ما سكتتم؟ قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم تقولون أثبتت الجدوى الاقتصادية. أقول لكم اليهود عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تعامل معهم، تقول لي يجاهلون العداء. هذا المقطوع الأعوج الذي يصل. شيخ في السيرة كانت تقية هذاك الزمن، اليهود ما كانوا يتكلمون عن المسلمين بهذه الدرجة الآن. بقول لك سبق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سؤال في السيرة. بعد هذه المحاضرة إذا لم تفهموا فسلام. سؤال في السيرة. لأن قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتمونه في بيته، فماذا تقول لي لا يعمل العداء؟ يسبونه في بيته ومع ذلك أخذ رهب. كان يتعامل معهم، كان لهم أسواقهم ولم يأمر بمقاطعتهم، حتى أنهم تحسبوا عليه أشد من 9,000 الذين كانوا خارج المدينة في غزوة الخندق. تخيل أنت 1,000 من الداخل، يعني 1,000 يهودي، 1,000 جندي من الداخل، تخيل أنت هذه أكبر من هذه المرة.
فما تفعلوا هذا؟ لكن بعدين طردهم بعد الغزوة مباشرة، خرجوا كل يهود بعد ما كانوا من الداخل في السيرة. والموجودون ماذا فعلوا؟ والآخرون ماذا فعل بهم؟ قالوا جدا يعني كانوا بعدين حاربهم بعد ما بقوا في المدينة إلى أن أخرجهم عمر رضي الله عنه إلى فلسطين. ولم يمتنع المسلمون في عصر من العصور، لا في بيت المقدس، في فلسطين، في مصر، في المغرب، في تونس، في الأندلس، عن التعامل مع اليهود. لهم محلاتهم وكانوا صارة الذهب وإلى لأن المسألة كما قلت لكم ليست متعلقة بالمقاطعة الاقتصادية. في أي عصر نحن أمام معادلة واضحة، إيمان يساوي نصر، ما في إيمان ليس هناك نصر. هذا الهدف قاطعت. عفوا شيخ، عفوا شيخ، هذا كما يقولوا المسار والمنهج، هذا يعني لا بد منه، يعني تحصيل حاصل، لا بد أن تنصر الله لكي ينصرك الله، ولكن في نفس الوقت في هذه المسيرة الطويلة تحتاج إلى محطات تتوقف فيها. ما أحتاج، ما أحتاج إلى أي محطة، لا أحتاج إلا إلى محطة الإيمان أولا، لا أحتاج إلى أي محطة إلا محطة الإيمان حتى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تنسى بسرعة يا شيخ، إذا لم تربطها بأمور كما يقولوا يعني تجعل القضية راسخة في عقلك سوف ينساها. هذا ربط فاشل، هذا ربط فاشل. أنا ما أركز ولا أكلمه عن الأرض ومقاطعة الأرض، أنا سأكلمهم عما يمتلكون، لا ما لا يملكون، أكلمهم عما في أيديهم، قاطع التلفزيونات أولاً، قاطع الفحشاء والبغضاء والحسد بينهم والفرقة، صلوا، حجبوا النساء، ما في بديل، هذا كله. قل له أقاطع كذا وكذا أبداً، ليش أقاطع؟ أقاطع هو يقاطعوا لله عز وجل، والله يقاطعوا حمية، وغير يقاطعوا لله، كان من باب أولى أن يقاطع النفس خير في بيته، ما هم يقاطع، لا يقاطعوا. قاطع باب الحارة. أنا لو أحب القفز نمشي في طريق المستقيم. الطريق المستقيم هو اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في باب ضعف المسلمين أشد الضعف والحصار، ليش ما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأتي بعض أهل قريش في شعب بني طالب لبعض الطعام والأشياء. ليش قطعه؟ ما قطعه لما كان في مكة مع طلبة سلام وهم تحت التعذيب، لم يقاطعه. متى ينقطع المرء وهو ضعيف؟ يا اخي هذا يعني سامحوني، يعني هذا درجه من درجات الذكاء الخارق. اقاطع وانا ضعيف، انا محتاج، انا ضعيف ومحتاج، انا اقاطع. يقاطع القوي، يقاطع القوي الذي يستطيع ان يفرض كما تقاطع امريكا، خلاص تركبك لانها قويه. اما انت الضعيف تقاطع، يا اخي روح هكذا افعل لك، اذهب قاطع يا صلاح، لا يؤثر. وعندهم طبعا عملوا احصائيات يا شيخ، وجدوا انهم فعلا تؤثر. احصائيات فاشله كاصحابها، مع احترامي لاصحابها. فعلا يا شيخ المشايخ الذين قالوا هذا الكلام لا يقول، لكن يقولوا طعنا في كلامه فطعنا فيه. ولا يقول ليش؟ لماذا؟ يعني ارقام خياليه يعني تسمح. وهذه الارقام الخياليه كلها تضخ الدوله لهؤلاء الشركات ما يعوضهم عنها الف مره. تعويض الدوله تضخ، يعني هذاك اليوم الاخ مش عارف من الاخوه اللي عايشين في فلسطين عندنا فلسطين بعد 1948 يقول اي اخ ناجي وهو حضر هذا بنفسه، كل شخص اسرائيلي او يهودي تقع في قيعه جنب البيت او في الشارع فيغمى عليه وتاتي سياره الاسعاف ويأخذوه يعوضونه ب 400,000 شيكل ولا مش عارف 500,000 شيكل. الدول تضخ. يعني اليوم لو افترضنا انك خسرت شركه من الشركات مليونين، طيب شركه اجبان مليونين او 5 ملايين خساره، هذه معلومه عند الغرب هذه الشركه، تاتي الدوله وتعوضهم ال 5 ملايين. ونظام الضريبه قائم على هذا، حتى ان بعضهم يترك المحلات مغلقه ويخصم ثمن الإيجار الذي يأخذه لو كان المحل مؤجراً من القريبة. فليس هناك مشكلة عندهم، يعني هذا نشغل المسلمين بما لا ينشغل به، وللأسف لا ينشغل بتعلم القرآن ولا بقراءته ولا بتعلم السنة، لكن تجد جميع الجلسات طوال اليوم في المقاطعة، وكلهم يأتون بلسته وبحث في الإنترنت ويأخذ قائمة معه ويضيع وقتنا فيما لا ينبغي أصلاً، ليس شرعاً ولا ديناً ولا عقلاً ولا منطقاً. طب لماذا لا يحسبها الشيخ من منطلق أنك تدعم الناتج الداخلي؟ هذا من تلبيس إبليس، هذا من مدارج من عقبات الشياطين في مدارج السالكين، أن يشغلني بالمهم عن الأهم.
أن يشغلني بسلاسل الأمور عن عظائمها وكبارها. فأنا لا يمكن أن أنشغل بالمقاطعة وأمة الإسلام لا تصلي، هذا جهل. ما في الجانبين غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل على الجانبين، هذا فقه الجهلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ركز على التوحيد تركيزا كاملا. كان من الممكن ان تنزل الاحكام قطعه واحده، صك ينزل من فوق، صلوا صوموا حجوا زكوا في يوم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما لم تفرض فيها الصلاه، كان اقصد سنوات طويله في بدايه الدعوه في مكه لم تفرض الصلاه الا في العام السادس، في عام الإصابة في السنة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مفروض الصلاة، ولم تكن مفروض الصلاة، لم تكن مفروضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على التوحيد، وحتى لما فرضت الصلاة لم تفرض أشياء أخرى، لم يفرض الصيام، لم يفرض إلا في المدينة، وكان يصومون عشراء، الحجاب لم يفرض كذلك إلا في المدينة. وهذه كلها أمور مهمة ليست ثانوية، مع ذلك لم تفرض إلا مع الوقت. فكيف أركز أنا اليوم؟ كيف أقول هذا أمر جانبي؟ ننشغل بالأمر الجانبي مع الأمر الأصلي، نكثر على الخلط ما لا ينبغي الإكثار فيه. طبعا عندما نسمع يا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم مجرد دخوله إلى المدينة قد قام كما يقولوا في بناء السوق للمسلمين، استغنى عن سوق اليهود وبنى سوق للمسلمين، أليس هذا يشجع أن يركز على المنتج الإسلامي؟ ما العلاقة؟ أين رفع الرجل اليهودي؟ التعاملات موجودة، لن نستطيع مقاطعة كل شيء. ليس لدينا كما يقولوا تلك السيارة أو ذلك الكمبيوتر ولا الويندوز. أنا الآن رأسك الآن أن في حجرة. قلت الذكاء وأشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تضرب الأمثلة هذه الخائبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود أشد عداء، ربنا سبحانه وتعالى قال ولتجدن أشدهم عداوة الذين آمنوا إيش؟ لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر عداءهم للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة وللأنبياء وقتل الأنبياء إلى آخره، عداوة دائمة مستقرة إلى قيام الساعة، لن تنزع عنهم حتى يأتيهم أجلهم. لماذا نأخذها من هذا الجانب يا شيخ؟ أنك بذلك تدعم منتجك، أنت تساهم في زيادة اقتصاد، تساهم في مقوله في تطوير الصناعة. فهذا إذا أنت طالب العلم فعلا. فعلا يا شيخ، أنا أقول لك مجرد أنا أعلمك شهادة الدين، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس عداء له، ولم يتوقفوا عن العداء والكيد له